أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا إن شاء الله هي جلسة وداعية بعد، ليش تستحون؟ وبعد الشكر منكم على مواقفكم ووحدتكم، أريد أن أخبركم شيئا واحد. أنا قررت ألا أن أنسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك أنتم. وفعلا أطعتم وأجدتم، فشكرا لكم. الذي أريد أن أخبركم به أنني في المرحلة القادمة في الانتخابات أيضا لن أشترك مع الفاسدين. إذا اشترك الفاسدون في الانتخابات أنا أيضا لا أشترك، وهذا عهد بيني وبين الله، وبيني وبينكم، وبيني وبين شعبي أيضا. إلا إذا الله فرج، والله قادر على كل شيء جل جلاله، صار أكو مثل ما قال فرج، وأزيح الفاسدين، وأزيح كل من نهب العراق وسرق العراق وأباح الدماء، واشتركنا بالانتخابات، وأقول لا سمح الله، فأنتم الكتلة أيضا تبقون على وضعكم في حال اشتركنا في الانتخابات، فابقوا على أهبة الاستعداد ومو تتطشرون منا ومناها نساء ورجالا. قد استثني واحد اثنين، هسه هاي مو مشكلة يعني، بس انتوا ظلوا على أهبة الاستعداد والانتظار اكيدا مو شيخ حسن. لا تتفرقون، طوروا انفسكم، تكاملوا دينيا عقائديا سياسيا برلمانيا قانونيا، كل هذه المستلزمات اللي تحتاجوها، شعبكم بحاجة لكم، استمروا مع شعبكم، تواصلوا معه، وتواصلوا أيضا معي عن طريق الشيخ حسن، الله يجزي بالخير، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.